انا طبعا من خلال هذا البرنامج بشكر كتير قوي الاستاذ بسيوني ابو زيد مدير مكتب اهرام اليوم الدوليه بفرانكفورت بالمانيا، ومعانا فيديو هنعرضه وهو بعته لنا مخصوص عشان خاطر برنامج ازمه اخلاق. ممكن نعرض الفيديو من فضلك؟ الرحمن الرحيم. اصدقائي الاعزاء، برضو بطمن حضراتكم كل يوم على المصريين في المانيا زي ما عودتكم كاحد افراد الجاليه المصريه بالمانيا. كلنا ولله الحمد والشكر بخير. احنا اتعودنا نحمد ربنا ونشكر فضله على اي حاجه ربنا يجيبها لنا. فيروس كورونا رغم الناس شايفاه حاجه مضره جدا، وهو طبعا حاجه ضاره جدا ومميته، الا اننا نشكر ربنا سبحانه وتعالى عشان فيروس كورونا بدا يرجعنا لربنا سبحانه وتعالى، وخلى كل واحد فينا يبدا يراجع حساباته مع نفسه، يبدا يراجع حساباته مع جاره. الناس اللي كانت بتتعالى على الناس ترجع لدينها وترجع لكرامتها وترجع لشخصيتها المعتاده. عايزين نبقى كلنا ايد واحده، عايزين كلنا نشيل بعض وقت الزنقه. لو ليك جار ظروفه تعبانه في الايام اللي احنا فيها ديت لازم تسال عليه وتشيله عشان ربنا يحفظك ويحفظ ولادك ويكفيك شر المرض. احنا كلنا يعني شعب طيب جدا كشعب مصر، وانا يعني مش عايز افكركم بايام حرب اكتوبر لما حتى الناس اللي كانت بتسرق بطلت سرقه ووقفنا كلنا في خندق واحد مع بلدنا وفي وقت الحرب وانتصرنا. احنا النهارده برضو في حاله حرب، حرب شرسه جدا، مش بس على فيروس كورونا، لا حرب شرسه على كيان الدوله المصريه، لان في ناس بتحاول تستغل الفرصه وتهدم في الدوله المصريه، وفي ناس بتحاول تستغل الفرصه وتشكك في قياداتنا السياسيه. ما احوجنا في هذه اللحظه الى ان احنا نبقى ايد واحده. ارجوكم حافظوا على مصر، ارجوكم خلوكم ايد واحده، ارجوكم ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى. اي واحد متعنطز ومناخيره في السماء كده يكسرها عشان الفيروس ده كسر العالم كله، ربنا بيقول لكم حاجه بسيطه، جند من جنودي الصغيره خالص التي لا ترى بالعين دمرت العالم كله. ارجعوا لربنا، ارجعوا للقيم بتاعتنا، ارجعوا للعادات والتقاليد الطيبه بتاعتنا. يعني الناس اللي دخلت بيننا وفرقت بيننا وما زالت لغايه النهارده العنصر الارهابي الاخواني اللي حاول يكسر المجتمع المصري، يا رب يخلصنا منه قبل ما يخلصنا من فيروس كورونا، ويا رب يحفظ مصر ويحفظكم، وخلينا كلنا ايد واحده، وخلينا كلنا نحافظ على بعض، وخلينا اسبوعين في بيتنا احسن ما نقعد في القبر العمر كله لا قدر الله، ونخسر اهلنا ونخسر اخواتنا ونخسر ناسنا كلنا. يا رب يحفظكم، يا رب يحفظكم، يا رب يحفظ بلدنا، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر بينا كلنا، وان شاء الله مصر محفوظه. شكرا للصحفي والاعلامي الاستاذ بسيوني ابو زيد، مدير مكتب الاهرام، مدير مكتب اهرام اليوم الدوليه بفرانكفورت بالمانيا. شكرا لكلمتك، شكرا جزيلا. للدكتوره سهير فاضل. دكتوره سهير، وحضرتك رئيسه مجلس اداره شركه الاتحاديه جروب للاستثمار العقاري واداره المشروعات. عايزين رساله للشباب بقى المحبط في هذا الوقت بالذات، يعني اصل ما كناش احنا نشيل بلدنا ونرتقي بها، مين هيجي يشتغل عندنا؟ انا عايز رساله بقى كل الشباب دلوقتي اللي مش عارفين يمارسوا المهنه الحقيقيه بتاعتهم، يتخلوا عنها في الوقت الحالي ويشتغل اي شغل يناسب الوقت ويناسب وقت الحظر. انا عايز رساله للشباب دي يا دكتور. هو زي ما الباشمهندس طبعا قال ان المفترض الشباب يشتغلوا، حتى يعني احنا بنقول محدش ينزل علشان المرض ما ينتشرش. ما حدش ينزل، لكن هو ممكن الناس تشتغل من البيت على فكره وعن طريق التواصل الاجتماعي. ما احنا عندنا اوقات برضو، عندنا من 6 الصبح، من 6 صباحا ل 7 مساء. لا، هو في شباب بقى استريحت على الكلام دوت وقعدوا في البيت وبينزلوا، بس للاسف مش للشغل. يعني هم بينزلوا علشان يقفوا ويصفروا ويغنوا ويعملوا حاجات غريبة كده، ينزلوا شكلنا قدام العالم كله. تخيلي يا دكتورة، الناس افتكروها، بعض من المجتمع يعني افتكروها دي رحلة أو دي أجازة صيفية. شفت اللي حصل في اسكندرية، وكان معروض طبعا في برنامج التاسعة مع الأستاذ وائل الإبراشي. ناس كتير قوي نزلوا على البلاجات وافتكروها فسحة وبتاع. هنقول لهم إيه دول بقى يا دكتورة؟ يعني بنقول لهم اقعدوا في بيتكم واتقوا الله علشان ما تنشروش المرض لاهاليكم واصحابكم واصدقائكم وجيرانكم. اقعدوا في البيت، ده الدوله شايله عبء كبير جدا، يعني قعدتكم في البيت وبتدفع لكم المرتبات بتاعتكم،
بتنزلوا ليه؟ طب ما كانت الدولة نزلتكم الشغل أولى. يعني أنا بقول للشباب يعني يخلوا شكلنا حلو، لأن العالم كله بينزل لمصر دلوقتي، ويبطلوا الإشاعات، لأن الكلمة اللي هو البرنامج مبني عليها، الكلمة دي ممكن تأثر علينا في السياحة وفي الاقتصاد وفي كل حاجة على مستوى العالم. أحسنت. ما يقعدوش يدخلوا على الفيسبوك كل شوية يقولوا إشاعات ويقولوا كلام، الكلام ده ممكن يهد مصر، مش الفيروس اللي يهدها أو الكورونا. صح، أحسنت يا دكتورة بجد، ودي رسالة قوية بحييك عليها طبعا. ربنا يخليك.